ثانية من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن منح 4 تصاريح لسفن متوجهة لميناء الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وكشف التحالف في بيان له أن 6 سفن توجد بالميناء لتفريغ حمولاتها، كما توجد 7 سفن بالانتظار للدخول، متهما ميليشيا الحوثي بتعطيل دخول عدد من السفن الدولية للميناء لمدد تتراوح ما بين 39 و 68 يوما. نجحت قوات الجيش اليمني في تحرير سلسلة جبلية استراتيجية بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين. وأوضح مصدر عسكري أن القوات تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال التاب البيض بمحور علب شمالي صعدة، لتقترب من خلالها من مركز مديرية باقم. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التي شهدتها المنطقة. توقع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عودة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات قريبا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وقال جريفيث في تصريحات إن الطرفين أبديا استعدادهما للتفاوض، معربا عن أمله في اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لاستعراض خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفي استجدائها للتعاطف. وأوضح خلال تغريدات على تويتر أن موقف الدوحة جاء ضعيفا ولم تستطع دعمه بالأدلة والأرقام، في الوقت الذي جاءت مرافعة الإمارات قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها وضعف أساندها وأدلتها. ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري كضحية لسياسات حكومته. عودة للشأن اليمني، للمزيد معنا عبر الهاتف من مدينة عدن الكاتب والمحلل السياسي رامي الشعبي. سيد رامي، أهلا بك ومرحبا. الحديث عن منح تصاريح للسفن ليرسوا في ميناء الحديدة، كيف ترى هذه الخطوة في الوقت الذي يؤكد فيه المتحدث باسم التحالف العربي أن منذ بدء العمليات العسكرية لم تتوقف عمليات طبعا السفن وما إلى ذلك، كيف ترى مستقبل هذا الميناء في ظل التوتر الحالي بشأن المدينة وبشأن الميناء؟ طبعا التحالف الحكومه اليمنيه تسعى دائما الى اعاده طبيعه الحياه الى مجراها الصحيح في سواء في المدن المحرره او غير المحرره. طبعا وسائلهم الان لتحرير المدينه هي هدفهم اعاده فتح الميناء امام تدفق المساعدات الانسانيه كخطوه اولى. هناك الان شحنه كثيره قادمه عبر المنافذ البحريه، وهي طبعا تاخذ عبر المنافذ البريه وتاخذ وقت طويل لوصولها الى مناطق المحاصره التي تقع تحت سيطره الحوثيين. بالاضافه الى كونهم يسعون دائما الى تدفق المساعدات، يجب عليهم فتح الميناء لوصول اكبر كميه من المساعدات الى المناطق غير المحرره. كون الان اليمن يهدد بمجاعه كامله وخاصه المناطق التي تصدرت الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. اضف الى ذلك عمل مركز اسناد العمليات الشامله باليمن تحت رعايه المملكه، هدفه ايضا فتح جسر جوي كذلك عبر مطار الحديده لايصال المساعدات. طيب، بشان تعطيل دخول عدد من السفن من قبل الميليشيات الحوثيه، كيف سيتعامل التحالف العربي في هذه النقطة تحديدا، وماذا بعد تحرير ميناء ومدينة الحديدة؟ كيف سيسير العمل أيضا بشأن الميناء برمته أو بأكمله؟ الآن هناك حج كبير للقوات الحكومية، مساندة أيضا بقوات التحالف عبر طيرانها وبوارجها البحرية لتعزيز موقعها في حوالي مدينة الحديدة، ذلك لتحريرها في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر. ولكن هناك العقبة الأساسية هي
المواطنين الذي لا زالوا متواجدين في المدينة والذي منعتهم من الشيخ القادير من مغادرتها ثم محاصرتهم لاستخدامهم كدروع بشرية. هذه هي العقبة الوحيدة. لكن في حالة الإصرار الحوثي قد استخدم هناك أشياء أخرى في نظر التحالف لم يصح أنها متحدثة من الرسم المالكي في الوقت الحالي، لكن قال أن هناك أن سيتم التدخل بطريقة أخرى لإنهاء المحركة في محيط الميناء وتسليم الدخول، كونهم رفضوا عملية التسليمة بطرق سلمية. نعم، إذا أشكرك شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي رامي الشعبي، كنت معي هاتفيا من عدن، شكرا لك. يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة اليوم في جمعة من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك. من جانبها دعت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات ومسيرة العودة في بيان لها دعت إلى مشاركة أوسع في جمعة اليوم تأكيدا على وحدة الشعب في كافة أماكن تواجده ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الإرهاب والتطرف العنيف يقوضان السلم والأمن الدوليين، مشددا خلال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب والذي يعد الأول من نوعه، شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت. الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب ليست موجودة على الأرض فقط، بل أصبحت بشكل متزايد على شبكة الإنترنت، إذ يستغل الإرهابيون وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة والشبكة الإلكترونية المظلمة لنشر الدعاية وتجنيد الأعضاء وتنسيق الهجمات. هذا هو تقييم الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحدي المعقد للإرهاب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليهدد كل دول العالم. إلى ذلك طالبت مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب وأكدت استعدادها لمواصلة وتعزيز التعاون مع جميع المنظمات ذات الصلة، وأكد السفير محمد إدريس ضرورة محاسبة جميع الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ودعم الدول التي تواجه هذا الخطر وتفعيل آليات مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية وتفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي. سيطر الجيش السوري على تل يطل على طريق الواصل بين شرق وغرب محافظة درعا، حيث يشن هجوما كبيرا على مقاتلي المعارضة. وذكرت مصادر إعلامية تابعة للجيش السوري أن الجيش يسيطر على تل زميطية غرب مدينة درعا والمشرف على الطريق الحربي الواصل بين ريف درعا الشرقي والشمالي الشرقي وريف درعا الغربي والشمالي الغربي. وتعني السيطرة على هذا التل أن مقاتلي المعارضة لن يكون بمقدورهم استخدام هذا الطريق للوصول إلى جنوبي مدينة درعا في منطقة تضيق فيها الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على الحدود مع الأردن. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الحراكة في ريف درعا الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلح المعارضة، ويتزامن ذلك مع خروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها بدرعا لتسهيل خروج المدنيين من مناطق انتشار المسلحين، حيث كان في استقبالهم عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية
والإغاثية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جولة جديدة من اجتماعات أستانا ستعقد في سوتشي بالثلاثين والحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل. وذكرت الوزارة أن روسيا سترسل دعوات إلى الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران وجميع الأطراف السورية، إضافة إلى عدد من المراقبين الدوليين. قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن الأردن يجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري، مؤكدا أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد له أولوية يعمل الأردن على تحقيقها من خلال اتصالاته مع مختلف الأطراف الفاعلة. الاتصالات الأردنية الروسية مستمرة، لم تتوقف، هنالك اتصال مباشر. كما قلت، هدفنا هو التوصل إلى آلية يتم فيها وقف النار، التوصل لوقف لإطلاق النار، التوصل لآلية تحمي المدنيين، التوصل لآلية تضمن تقديم كل ما نستطيعه من مساعدات إلى أشقائنا السوريين. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نصر على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤوليته في التعامل مع هذه الأزمة الجديدة. الأردن يقف مع أشقائه، قدم وسيبقى يقدم كل ما يستطيع من عون وإسناد. تعلمون في الأردن حوالي 1,300,000 شقيق سوري، نشاركهم لقمة العيش، نشاركهم مدارسنا ومستشفياتنا. الآن في التعامل مع الوضع في الجنوب سنعمل مع الأمم المتحدة أيضا لضمان وصول كل المساعدات اللازمة لهم على أرضهم. نريد أن يعمل الجميع معا، يتحمل الجميع مسؤوليته، وأن لا نصل إلى مرحلة نجد أن الوضع يتفاقم. هذا وقد حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن يؤدي القتال المتصاعد في منطقة درعا السورية إلى حصار الكثير من المدنيين. وقال بن رعد إن لديه تقارير عن أن مسلحي تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك بالمنطقة يمنعون المدنيين من المغادرة. يأتي هذا في وقت أفادت مصادر سورية بفرار أكثر من 120,000 شخص من ديارهم منذ بدء المعارك في درعا نحو الحدود الأردنية والإسرائيلية. قالت الرئاسة الروسية الكريملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي ترامب سيبحثان الوضع في سوريا خلال لقائهما المرتقب الشهر المقبل في فنلندا. وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن المباحثات ستناقش الملف السوري بشكل شامل ومفصل، نافيا ما تردد حول رغبة ترامب بعقد صفقة مع بوتين حول سوريا خلال اللقاء المرتقب. توصل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الهجرة بعد مناقشات شاقة شهدت توترا مع إيطاليا ودول شرق أوروبا. وشملت المقترحات الإيطالية الفرنسية إقامة مراكز مراقبة تتم إدارتها على الأراضي الأوروبية من أجل تنظيم أفضل لاستقبال المهاجرين. وفيما لم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق حتى الآن، أشاد الرئيس الفرنسي ماكرون بالتعاون الأوروبي معتبره المنتصر على خيار عدم الاتفاق. نحن في أوروبا وليس في جزيرة منعزلة، يجب أن نكون قادرين على مواجهة هذا التحدي بينما نبقى مخلصين لقيمنا ونحمي شعبنا وتلاحمنا الوطنية. الليلة اتخذنا خطوة مهمة، وتوقع الكثيرون استحالة التوصل لاتفاق وانتصار الحلول الفردية. لقد نجحنا في هذه الليلة في إيجاد حل أوروبي وطريقة للعمل بالتعاون المشترك. كما رحبت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واصفة إياه بالجيد. وأشارت المستشارة أيضا إلى أن دول الاتحاد ما زال أمامها الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة. بشكل عام، بعد نقاش مكثف حول أكثر المواضيع تحديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة، توصلنا إلى اتفاق ومؤشر جيد على إمكانية التوصل إلى نص مشترك. سيكون على الرئاسة النمساوية أن تقوم بالكثير من العمل. اتفقنا على 5 مبادئ توجيهية، لكن لا يزال 2 يفتقران إلى نظام لجوء أوروبي مشترك. لكنني متفائلة بعد اليوم أننا يمكن أن نستمر في العمل حتى وإن كان هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة.
النشرة متواصلة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة. هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد زكي رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو. كما أكد زكي في برقية التهنئة أن مصر لكل المصريين وليست حكرا على فئة أو طائفة بعينها، مشددا على أن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيهم. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد برقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي احتفالا بهذه المناسبة. كما هنأ مفتي الجمهورية شوقي علام الرئيس السيسي وجموع المصريين بمناسبة الذكرى 5 لثورة 30 من يونيو، وأكد المفتي في كلمة له أن ثورة 30 من يونيو جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، ودعا المفتي في كلمته جموع المصريين إلى المحافظة على روح الثورة ووحدة الصف لمواجهة جماعات الإرهاب والتخريب. قالت والدة الشهيد الرائد محمد علي زين أن الشهيد قتل أثناء عملية استرجاع لحق مواطن سرقته عصابة الشر، ومقتل الابن لا يعوده شيء. طبعا أنا الحمد لله أن ربنا وهب يعني أنعم علي بأن ابني لما بقى شهيد مش عشان كان بيحارب حد أو بيضرب حد كده، لا الحمد لله كان بيجيب حق بني آدم وحق إنسان غلبان، ابني تعاطف معاه، ضيع حياته ونسينا ساعتها ونسي ان ليه ام وليه اب وليه اخوه وليه اولاد، لان هو له من الاولاد علي وزينه، نسينا كلنا في انه مقابل انه ينول شرف الشهاده وهو بيجيب حق ناس اخرين. وطبعا بعد استشهاد محمد انا حمدت ربنا، يمكن ما كنتش في الحاله ديت دلوقتي، لكن انا بقول لربنا سامحني على اللي انا كنت بعمله، لان ده ضنايا وعمر مهما كان عمر ما الضنا بيتعوض نهائي. احتفلت القوات المسلحه بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 5 لثوره 30 من يونيو. واكد الفريق قائد قوات الدفاع الجوي علي فهمي ان التطوير في منظومه الدفاع مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس لتنميه القدرات القتاليه والفنية للقوات المسلحة. في 30 من يونيو من كل عام تحل ذكرى تأسيس قوات الدفاع الجوي حصن سماء مصر الذي خلد أبطالها على مدار 48 عاما بطولات منذ حرب الاستنزاف مرورا بحرب أكتوبر المجيدة وحتى يومنا هذا، لتؤكد أن رجالها هم عيون مصر الساهرة. عيون مصر الساهرة ودرعها الواقي أبطال الدفاع الجوي الذين يظهر ببطولاتهم سجل التاريخ العسكري منذ الإعلان الحقيقي عن اكتمال بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو من عام 1970 وبدء تساقط طائرات العدو الإسرائيلي، ما شكل نقطة تحول في مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي. خلال حرب الاستنزاف تمكنت قوات الدفاع الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من عام 1970 من إسقاط العديد من الطائرات تراز فانتوم وسكاي هوك وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين، وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرات فانتوم، وأطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم. وتعد هذه الأيام البداية الحقيقية لإقامة حائط الصواريخ الذي منع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة، فاتخذت قوات الدفاع الجوي هذا اليوم عيدا لها. مهمة قوات الدفاع الجوي كانت بالغة الصعوبة في ذلك الوقت، لأن مسرح العمليات كان لا يقتصر على جبهة قناة السويس بل يشمل أرض مصر على اتساعها بما فيها من أهداف حيوية سياسية واقتصادية وقواعد جوية ومطارات وقواعد بحرية وموانئ استراتيجية. وما أن جاءت لحظة الحسم في 6 أكتوبر من عام 1900
1973 هاجم العدو الإسرائيلي القوات المصرية القائمة بالعبور حتى آخر ضوء بعدد من الطائرات، ولكن تصدت لها وحدات الدفاع الجوي ونجحت في إسقاط أكثر من 25 طائرة. وخلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب فقد العدو الجوي الإسرائيلي أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه. الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي لم يتوقف بعد الحرب، فعكفت القوات المسلحة على تطوير وتسليح المنظومة بحيث تكون قادرة تحت مختلف الظروف على تنفيذ مهامها بنجاح، وذلك من خلال الاستعداد لأعمال القتال والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات. ولأن الفرد المقاتل عنصر رئيسي في المنظومة، تشارك قيادة قوات الدفاع الجوي في التدريبات المشتركة التي تنفذ مع عدة دول، مثل التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع، والتدريب اليوناني المشترك ميدوزا، والتدريب المصري السعودي المشترك فيصل، وغيرها من التدريبات، ليبقى الدفاع الجوي حصنا لسماء مصر. مشاهدينا، انتهت هذه النشرة، وبقي أن نذكركم بأهم عناوينها. التحالف العربي يمنح 4 تصاريح لسفن متوجهة لميناء الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تعقد جلسة رفيع المستوى حول الإرهاب، ومصر تطالب بمحاسبة الدول الداعمة له. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن الهجرة ويواصل اجتماعاته لليوم الثاني. انتهت النشرة، والآن نترككم مع تقرير حول ذكرى تأسيس قوات الدفاع الجوي حصن سماء مصر الذي خلد أبطالها على مدار 48 عاما بطولات. نشاهد. تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو، احتفلت القوات المسلحة بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري. جاء ذلك خلال وقاع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور 48 عاما على بناء حائط الصواريخ في 30 يونيو عام 1970، والذي يتواكب مع الاحتفال بالذكرى 5 لثورة 30 يونيو المجيدة. ويشرفني وقوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين للعهد مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتها العربية. ووجه قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن مصر القومي، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن بأن تظل قوات الدفاع الجوي درعا قويا يحمي سماء مصر ويؤمن حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
We'll be right back.